السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكيف والصلاة والسلام على النبي المصطفى. مرحبا أبنائي الأعزاء مع حل أنشطة الأسرة. فهيا أبنائي الأعزاء نقوم بحل الأنشطة المختلفة. نشاط واحد، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مما بين القوسين، الأسرة هي نبض البيئة الأولى والأهم التي يتعلم فيها الإنسان، ولا صلة الرحم الأولى التي يجب أن يحافظ عليها، ولا جميع ما سبق. طبعا أبنائي نختار جميع ما سبق. أولى الناس بخير الإنسان هم نقط الأصدقاء والجيران ولا الوالدان؟ الوالدان أبنائي الأعزاء، الوالدان. من واجبات الأبناء تجاه الآباء من واجبات الأبناء تجاه الآباء العدل وعدم التمييز بينهم. هذا طبعا خاص لإيه؟ الأبناء للوالدين. احترامهما وطاعتهما، هذا طبعا للوالدين أبنائي. تعليمهم الأخلاق طبعا الأولى والأخيرة أبنائي، دي خاصة بمين؟ دي خاصة بالوالدين. أما اللي في الوسط أبنائي فهي خاصة بإيه؟ خاصة بالأبناء وإيه؟ تجاه الآباء. يبقى من واجبات الأبناء تجاه الآباء احترامهما وطاعتهما. بنختار أبناء اللي في الوسط. ننتقل بعد ذلك إلى نشاط رقم إيه؟ 2. ضع علامة صح وخطأ. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ألف، الطاعة للوالدين مطلقة بلا حدود. يعني هل مثلا أبنائي الأعزاء إن أنا أطيع والدي إذا أمراني أن أعصي الله؟ لهذا لا يصح أبنائي. هل يصح أن يكون مثلا إذا كان الوالد كافر أو الأم كافرة والعياذ بالله مثلا أبنائي، وطلب من ابنهما أن يكفر بالله، هل يطيع أوامر الوالدين أو أوامر الأم أو الأب؟ هذا طبعا خطأ أبنائي. لذلك هناك تقييد للطاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث عن النبي يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يبقى الطاعة للوالدين مطلقة، يعني تسمع كل حاجة تطيع كل حاجة بلا حدود، هذا خطأ أبنائي، دي خطأ. بر الوالدين من طاعة الله جل وعلا، إجابة صحيحة. الأعمال المنزلية من اختصاص أمي فقط، هذا خطأ أبنائي. يجب علينا أن نساعد الأم والأب في أعمال منزلية وغيرها. أجتهد في الدراسة لأدخل السعادة على قلب والدي، وهذا من البر بهما، إجابة صحيحة. أكذب على والدي في بعض الأشياء البسيطة التي لا تضر، هذا خطأ أبنائي الأعزاء. يجب علي أن لا أكذب على والدي فيما يضر وما لا يضر وكل شيء. نشط 3، ابحث في مصحفك عن آيات ذكر فيها بر الوالدين واكتب 3 منها. طبعا أبنائي الأعزاء مثلا تكتب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نقول مثلا أبنائي الأعزاء، إبراهيم الذي خاطب أباه برحمة وأدب عندما كان يدعوه لعبادة الله وقال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذه أبنائي آية لم ترد في الدرس. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. سورة لقمان آية 94. وقال تعالى أيضا في سورة مريم آية رقم 32 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه أبنائي آية تدل على بر الوالدين، قالها سيدنا عيسى عليه السلام عندما نطق في المهد عندما كان يعتبر في سن الرضاعة، يعتبر كان لسه مولود، ونطق بقدرة الله سبحانه وتعالى وقال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. سورة مريم آية 32. يبقى كده أبنائي جبت لكم آيتين من المصحف مش موجودين في الكتاب، وبكده أكون وصلت إلى نهاية هذا الدرس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا أبناء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم كل جديد. وإن شاء الله أبناء الأعزاء الدرس القادم سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين.